الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. في ظروف صحية استثنائية أقامت مساجد ومصليات البلاد صلاة عيد الأضحى مع الأخذ بعين الاعتبار اتخاذ إجراءات التباعد الوقائي وارتداء الكمام واستخدام المصحف من الأجهزة المحمولة وتجنب المصافحة. كاميرا عسيف رصدت أجواء صلاة العيد ومظاهر البهجة التي غابت منذ 5 أشهر تقريبا. لا إله إلا الله الله أكبر الله. الناس لا شك في قمة الفرح والسرور، خاصة أنهم جاءوا من أماكن بعيدة كل لأجل أن يظهروا الأعياد ويستشعروا عظم ما يعني ينبغي أن يظهر في هذا اليوم الذي هو عيد المسلمين. تقبل الله من الجميع وعيدكم مبارك. كل سنة ودولة الكويت بخير، وإن شاء الله يعني الأيام تكون سعيدة علينا يا رب، وإن شاء الله يعفو ويشفى عن الأمير يا رب ويرد بالسلامة. أنهنيكم عيد الأضحى المبارك، وعسى إن شاء الله يعود علينا وعليكم وعلى جميع المسلمين بالصحة والعافية، وإن شاء الله أتمنى أن يرجع شيخنا ونشوفها على أرض الكويت بأقرب وقت إن شاء الله. اللهم احفظ الكويت وأهل الكويت، اللهم رد الأمير سالما غانما يا أرحم الراحمين، اللهم اشفه شفاء يا رب، اللهم نسألك في هذه الساعة المباركة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. اللهم احفظ الكويت وأهل الكويت وجميع المسلمين يا رب العالمين. أسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يمن بالشفاء العاجل على حضرة صاحب السمو أمير بلاد، وأن يلبسه ثوب الصحة والعافية، وأن يعيده إلى بلده سالما غانما. كما أهني سمو ولي العهد والشعب الكويتي قيادة وحكومة وشعبا بحلول عيد الأضحى المبارك. كل عام وانتم بخير، ونهني صاحب السمو وولي العهد والحكومة، وكذلك نهني الشعب الكويتي بمناسبة العيد. ما شاء الله على التنظيم اللي قايمة فيه وزارة الأوقاف بالمصليات العيد. نسأل الله أن يمن على الكويت وأهلها والأمة الإسلامية برفع هذا الوباء وشفاء سمو الأمير وعودته معافى بإذن الله عاجلا غير آجل، ونحمد الله أن من علينا بعودة صلاة العيد في المصليات. بارك في هذه المناسبة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشعب الكويتي، عاده الله علينا وعليكم باليمن والبركات. عيدكم مبارك يا أهل الكويت، والله يعطيكم العافية. كل عام وأنتم بخير وعيدكم مبارك، وتقبل الله طاعتكم، وعسى الله يرفع عنا الوباء والمرض إن شاء الله من الكويت، وعسى الله إن شاء الله يرد أميرنا والدنا سالما معافى ان شاء الله لوطنه وديرته. ان شاء الله يرد لنا الامير، نبارك اول شيء الامير ويرد لنا ان شاء الله بالرحله ان شاء الله على خير وعافيه ان شاء الله، وكل عام وانتم بخير ان شاء الله. شوفت عينكم وزاره الاوقاف مسوين كل جهود اللي طالبينها منهم وزاره الصحه، التباعد والمعقمات وكل شيء، وهالمصلين اللهم بارك قاعد يحضرون، والامور ان شاء الله طيبه باذن الله. الله اكبر الله أكبر ولله الحمد.